هتعمل ايه؟ طب انت مش بتتكلم ليه؟ هو من ساعة ما أبويا مات هو كده مش بيتكلم، مش عارف مات طيب وانت مش ناوي تعالجه او حتى تحاول؟ يا ابني. ده عبيط وزاد عليها إن هو مبقاش يتكلم. عالج مين؟ بعدين منين أصلا؟ منين ايه؟ انت مش وارث فلوس والدك؟ آه، ما أنا هصرف منها عليه وعليا ويحمد ربنا على كده، إنها مش عالج واحد متخلف. ده حقه الشرع يا ابني، دي نص الميراث بتاعكم، عالجوا بيهم. بقولك إيه، سيبك مني والنبي يا صلاح عشان ما أقفش عليك وما تعمليش فيها شيخ. انا مش معاك حد، والفلوس دي حقي عشان مستحمله اصلا، مش هرميه في الشارع. أنا عاوز عاوز حقي، حقي، بتسرقني بتسرقني ومش ومش عاوز عاوز تعالجني، تعالجني، أنا أنا هقتلك، هقتلك، هقتلك. هقتلك. هتعالج إن شاء الله، هديك لأحسن دكتور.